ما حكم تسجيل الأشرطة التي لها حقوق طبع وتوزيع؟ ها؟ من ما حكم تسجيل الأشرطة التي لها حقوق طبع وتوزيعها من غير علم أصحاب الشأن ولكن من أجل الدعوة إلى الله؟ لا، ما يجوز لك، هذا عمل الآخرين ولا يجوز تعتدي عليهم. ما داموا سجلوها وتعبوا فيها، لا يجوز لك تأخذها وتسجلها وتوزعها بدون إذنهم، لا بد من إذنهم، لأن هذا من حقوقهم وهذا عملهم وحقهم، لا تعتدي عليه وتقول أتصدق به. لا، إن أذنوا لك وإلا لا تفعل هذا.